الله دكتور. طيب اخد رايك في قرعه النهارده. يعني كلنا كنا دايما بنقول نبعد عن الشمال الافريقي، سواء كان المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي والمنتخب التونسي، على الرغم من ان انت يعني البعض يقول لك منتخب تونس ظهر بصوره يعني بعيده جدا عن مستواه في البطوله الافريقيه، لكن انت عارف مبارياتنا دايما بيبقى فيها حساسيه مع دول الشمال الافريقي على وجه العموم. انا شخصيا كنت حابب ان انا اتقابل مع فريق من اصحاب البشره السمراء. نيجيريا ظهرت بمستوى زي ما انت شايف من افضل الفرق اللي صحيح. عندها ثبات انفعالي وثبات فني في البطوله الافريقيه. منتخب السنغال حتى الان، لا مش ده منتخب السنغال صحيح. اللي الكل كان بيخوف منه. منتخب السنغال صعب بنقطه بهدف وحيد من صحيح. ركله جزاء في الدقيقه الاخيره امام زيمبابوي وتعادلين بعد كده، وبالتالي الناس يعني النهارده في ارتياح، على الرغم ان البعض يشكك ويقول لك لا ده منتخب السنغال بيضم نجوم عديده واسماء في اكبر الانديه الاوروبيه، لكن زي ما انا بقول اي مباراه بتخضع لحاله اللاعب الفنيه والبدنيه اثناء اللقاء ويوم اللقاء، وبالتالي ان شاء الله باذن الله انا متفائل ايضا ان احنا هنقابل منتخب السنغال. المباراه الاولى هتكون على ارضنا، المباراه الثانيه في دكار. شايف ان زي ما حضرتك قلت يا كابتن فاروق الاعداد الجيد قبل المباراتين الاثنين، وهيبقى عندنا فرصه كبيره جدا يعني من انت هتتكلم في 25 يناير 25 مارس عفوا، فان شاء الله هيبقى عندك فرصه كبيره جدا ان انت تعمل اعداد، وكل اللي هيتطلبه الجهاز الفني وهيطلبه من الاتحاد المصري لكره القدم ومعانا ايضا رابطه الانديه برئاسه النائب احمد دياب، ان شاء الله هنوفر كل متطلبات الجهاز الفني والمنتخب، لان ده حلم كبير جدا زي ما وصلنا روسيا 2018 بنحلم ان احنا نصل ان شاء الله قطر 2022 وان احنا نظهر بمستوى طيب، واعتقد ده حلم للجيل ده كمان ان هو يحقق زي ما حقق في 2018 يصل مره ثانيه الى 2022 في قطر، وزي ما الحاضر كان موجود كحارس مرمى يصل ايضا كمدرب لحراس المرمى في قطر، وان شاء الله باذن الله عندنا ثقه كبيره جدا. وانا بقول لك يا كابتن فاروق كل متطلبات المنتخب الاستاذ جمال علام بيؤكد مرارا وتكرارا في كل اتصالاته اليوميه اكثر يعني يوميا اكثر من اتصال بيتم البعثه في الخارج، الراجل بيؤكد ان احنا كل الدعم وكل التاكيد للمنتخب خلال الفتره القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور بالنسبه للجماهير ان شاء الله في المباراه القادمه هل هيزيد عددها؟ في اتفاق في النقطه دي خاص بسفر يعني عدد ده ممكن اكبر من اجاوب الجماهير؟ حضرتك عليه بكره ان شاء الله، يعني انا موجود في الاتحاد بكره ان شاء الله وكلنا موجودين، وانت عارف دور كبير جدا بتقوم بيه اكتر من جهه في توفير صحيح. طبعا صحيح. الـ الـ الطائرات والجماهير هناك، فان شاء الله بكره هنشوف اذا كان في طائره واحده ولا طائرتين اثنين، ده كله هيتطرح بكره ان شاء الله باذن الله. لكن اللي انا عاوز اقول له بشكر كل الجهات اللي عاشقه لبلدها واللي بتحب طبعا بلدها بعشق وبجنون، اللي هي عامله مجهود خرافي خرافي جدا، سواء كان برزنتيشن ومستقبل الوطن وانا بشكرهم من الوطن خلال انا تواجد بشكرهم حضرتك بصراحه معانا برزنتيشن ومستقبل الوطن طبعا، يعني اكيد الدور ده مهم جدا يعني لكل المؤسسات اللي موجوده في مصر انها تدعم منتخبنا، وده شيء جيد جدا الصراحه. الناس كلها حابه وعاشقه وعاوزه بلدها تكون في اعلى مكانه، وزي ما بنقول يعني ان شاء الله مصرنا في ظل فخامه الرئيس زي ما انت شايف بتاخد خطوات واسعه جدا، ان شاء الله الرياضه ايضا تنهض نفس النهضه اللي بتشهد البلاد في كافه المجالات يا كابتن فاروق. ان شاء الله يا دكتور، ان شاء الله. انا بشكر حضرتك دكتور ايهاب، ودايما معانا كده نطمن على حضرتك وعلى كل المنتخب الوطني من خلال تواجد حضرتك دكتور ايهاب الكومي.